السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وكذلك الإرادة القوية ديال كل الشركاء والمساهمين مع هذا المجلس المتواضع. إخوان، أنا نتكلم مع الساكنة القصر الكبير، الله يكثر خيركم. بعض الناس ساهموا بعض الأشياء اللي أذونا بها، ولكن السياسة هي هذه. خلينا نكملوا المشوار ديالنا السياسي معكم الله يرحمه والديك. إحنا اليوم أمام التحدي. التحدي ديالنا هو مدى القصر الكبير خاص يرجع للاعتبار ديالها. خاصة ترجع لذاك الشيء ديالها اللي كانت راه حرام. التراجع اللي وقع منذ ثمانينات السنة ومن هذا إلى 2015 كان جريمة بحق المدينة. داروها سكان باختيار ديالهم. اليوم جينا عندنا إرادة قوية وكاين ظروف مناسبة باش نخدموا هذه المدينة للاعتبار ديالها. عاونونا الله يرحم والديك، الله يجزيكم بخير. زلنا الإخوان أول نقطة برنامج عمل من 2017 2022 نوض بعض البخاخش سمحهم الله، بعض الناس مساكن ما عارفين والو بعدها وكيتكلموا بدون علم بدون معرفة بدون تدقيق، فقط لأنهم مدعمين من أحد المنعشين المدينة اللي كيقلب المصلحة ديالو خاصة واللي الآن كيضغط علينا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.